عاجل، رد فعل الصحافة الجزائرية على زلزال في المغرب. الخارجية: الجزائر تتابع ببالغ الأسى والحزن تداعيات الزلزال العنيف بالمغرب. زلزال مراكش: الجزائر تعزي الشعب المغربي. قدمت: الجزائر اليوم السبت تعازيها للشعب المغربي إثر الزلزال العنيف الذي ضرب مراكش ليلة الجمعة. كما أشارت وزارة الخارجية أن الجزائر تتابع ببالغ الأسى والحزن تداعيات الزلزال العنيف الذي أصاب عدة مناطق بالمملكة المغربية. وجاء في بيان وزارة الخارجية: تتقدم الجزائر بخالص التعازي وصادق المواساة لأسر الضحايا وللشعب المغربي الشقيق مع خالص التمنيات بالشفاء العاجل للمصابين. قدمت الجزائر تعازيها لأسر ضحايا زلزال المغرب الذي أودى بحياة ما يزيد عن 800 شخصا في حصيلة أولية حسب ما ذكره بيان لوزارة الخارجية. وجاء في بيان الخارجية أن الجزائر تتابع ببالغ الأسى والحزن تداعيات الزلزال العنيف الذي أصاب عدة مناطق بالمملكة المغربية. وتابع البيان: تتقدم الجزائر بخالص التعازي وصادق المواساة لأسر الضحايا وللشعب المغربي الشقيق مع خالص التمنيات بالشفاء العاجل للمصابين. وقالت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية إن الزلزال الذي ضرب المغرب في وقت متأخر من الجمعة بشدة 7 درجات على سلم ريشتر هو الأعنف منذ عام 1900. وحدد مركز الهزة التي سجلت في حدود الساعة 11:11 بالتوقيت المحلي بقرية إيغل في إقليم الحوز بمدينة مراكش. من جهته قال مسؤول في المعهد المغربي للجيوفيزياء لوكالة الأنباء الرسمية في البلاد إن الزلزال هو الأعنف في المغرب منذ أكثر من قرن. وقد شعر بالهزة الأرضية سكان المدن الواقعة في محيط 400 كيلومتر من المركز فضلا عن سكان 7 ولايات جزائرية حسب ما أفادت به الحماية المدنية في وقت سابق. زلزال المغرب هو الأقوى في تاريخها منذ أكثر من قرن. قامت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية اليوم السبت برفع تقييمها للخسائر المرتبطة بالزلزال الذي ضرب المغرب من محتملة إلى خسائر كبيرة محتملة. وأضافت أن هناك احتمالاً بنسبة 34% أن يكون ما بين 100 إلى 1000 شخص قد لقوا حتفهم بعد الزلزال القوي الذي وقع أمس الجمعة. كما عززت الهيئة الأمريكية تقييمها للخسائر الاقتصادية وأضافت أنه من المحتمل وقوع أضرار جسيمة ومن المرجح أن تكون الكارثة واسعة النطاق. وأشارت إلى أنه على الرغم من وجود بعض الهياكل المقاومة إلا أن المباني الأكثر عرضة للخطر هي الطوب اللبن والطوب غير المسلح المبني من الطين. وكتبت في بيان لها: من المعروف أيضا أن الزلازل الكبيرة في جميع أنحاء منطقة البحر الأبيض المتوسط تنتج موجات تسونامي كبيرة ومدمرة، وأحد الزلازل التاريخية الأكثر شهرة داخل المنطقة هو زلزال لشبونة الذي وقع في 1 نوفمبر 1755، والذي قدرت قوته من البيانات غير الآلية بحوالي 8.0 ريختر. وتابعت: يعتقد أن زلزال لشبونة عام 1755 حدث داخل أو بالقرب من صدع تحويل جزر الأزور وجبل طارق، والذي يحدد الحدود بين الصفيحتين الأفريقية والأوراسية قبالة الساحل الغربي للمغرب والبرتغالي. ووفقا لهيئة المسح الجيولوجي الأمريكية فقد كان هذا أقوى زلزال يضرب هذا الجزء من الدولة الواقعة في شمال أفريقيا منذ أكثر من قرن. ولم يشهد المغرب منذ عام 2004 كارثة مماثلة عندما ضرب زلزال بقوة 6.3 درجة مدينة الحسيمة الساحلية.